نجم من نجوم ساحرة المستديرة، علم من أعلام النقد الرياضي، كما له تجربة لا تنسى في تاريخ الكرة المصرية. الحارس الأمين، الناقد الرياضي الكبير محمد عصام محمد عبد المنعم، الشهير بعصام عبد المنعم، لعب لصفوف الفريق الأول بالنادي موسم 63-64، وعمره لم يتجاوز 16 بعد إصابة حراس الفريق الأساسيين. لعب عصام عبد المنعم مع جيل الكبار بالفريق الأول، استمر معه منذ موسم 66 بعد اعتزال الحارس الطائر عادل هيكل وإصابة حسين الروبي في عينه. خاض تجربة احترافية مع أهلي بنغازي الليبي تحت قيادة الكابتن عبد صالح الوحش. اختير عصام عبد المنعم حارسا لمرمى منتخب مصر موسم 69، أصبح كابتن النادي الأهلي موسم 70 حتى موسم اعتزاله 75. عمل بعدها في مجال التدريب في النادي الأهلي، تدرب تحت إشرافه كل من أحمد شوبير، ثابت البطل، إكرامي، أحمد ناجي. بعد قرار اعتزاله التدريب واستقالته من شركة المقاولون العرب، اتجه للعمل في دار الأهرام العريقة. بدأ مشواره كمدير لأقسام التصدير والاستيراد في مطابع الأهرام قبل أن يطالبه فكري باشا أباظة وكيل النادي الأهلي بترك العمل الإداري والاتجاه للعمل الصحفي تحت قيادة الناقد الرياضي الراحل نجيب المستكاوي في القسم الرياضي بالصحيفة العريقة. تدرج عصام عبد المنعم في المناصب الإدارية بالأهرام حتى عمل رئيسا للقسم الرياضي بالمطبوعة اليومية لأكثر من 7 سنوات، ثم تولى رئاسة تحرير مجلة الأهرام الرياضي، كما تم اختياره رئيسا لرابطة النقاد الرياضيين لأكثر من دورة. انتخب رئيسا للاتحاد العربي للصحافة الرياضية، لمع في مجال تحليل المباريات في العديد من القنوات الفضائية. وفي مجال الإدارة الرياضية تم اختياره عضوا ثم أمينا لصندوق ووكيلا للاتحاد المصري لكرة القدم ورئيسا لمنطقة القاهرة لكرة القدم، كما تم اختياره عضوا بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية كممثل عن اتحاد الكرة، كما عين رئيسا لاتحاد كرة القدم في 2004 بقرار من وزير الشباب عقب خروج منتخب مصر من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا بتونس 2004، ليتعاقد مع حسن شحاتة مدرب المقاولون العرب لتولي إدارة المنتخب الوطني فنيا بعد تتويجه بكأس مصر ثم كأس السوبر المحلي، ليبدأ الفراعنة بعدها بالسيطرة على الكرة الإفريقية على مستوى الأندية والمنتخبات.